بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مع درس جديد من دروس شرح رواية وشك طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما أتى مد منفصل في الإشباع، أتى الذين في الوقف على أتى نقف به الفتح والتقليل، وفي الوصل لنا الفتح التقائي الساكنين. من رسول إلا نقطع حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ساحر أو مجنون. ساحر راء مضمومة قبلها كسرت رققه الراء، وفيه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قالوا ساحر أو مجنون نتواصوا، في الوصل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتولى عنهم فما أنت بملوم. طبعا فتول نقف بلام فليست فيها ياء، فما أنت مد منفصل في الإشباع. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى من ذوات الراء تقلل قولا واحدا، المؤمنين إبدال همزة واو خالصة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والإنس نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما أريد في الموضعين مد منفصل في الإشباع. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ظلموا لم مفتوحة قبل ظاء مفتوحة تغلظوا اللام. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون. طبعا أنهينا سورة الذاريات، السورة المولية سورة الطور. لنا بين السورتين للأزرق السكت والبسملة والوصل. فوجه السكت: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والطور وجه البسملة: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وجه الوصل: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والطور وكتاب مستور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، السماء مد متصل في الإشباع. وتسير الجبال سيرا، وتسير راء مضمومة قبل ساكنة ترقق الراء، وسيرا راء مفتوحة قبل ساكنة ترقق الراء. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، نار التقليل قولا واحدا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذا ما فتح الله عز وجل فدر وجهه والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.